بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في المرة دي بعد ما اتعرضنا في الجزء اللي فات للمفاهيم الأساسية لأي database concepts أساسية. المرة دي عشان نبدأ عمل إن شاء الله هنتكلم على إزاي نسطب أو نعمل installation لل database بحيث نبقى جاهزين بقى إن احنا نطبق الكلام ده عملي بقى، لأن يعني النظر ده يعني مفهمناهوش قوي، محتاجين نفهم إزاي نسطب وبتاع. طيب إزاي نعمل installation للحاجة بتاعتنا؟ احنا اخترنا SQL Server تكون هي اللي هنطبق عليها الشغل بتاعنا، رغم ان نفس المفاهيم دي هي اللي موجوده في الاوريكل، هي اللي موجوده في الايه، في الاكسس، هي اللي موجوده في الماي سيكوال، هي اللي موجوده في الباشا البوستجري، كل دي وغيرهم يعني دول الداتابيز اللي انا يعني مشهور. كل الفكره ببساطه ان احنا هنتعرض للSQL Server كمثال، لكن مفاهيم واحده وكل هنقول واحد، لكن الاسكو سيرفر بتنزل في فيرجنات وفي اديشنز. الفيرجنات هو فيرجنز بينزل مثلا فيرجن 2005 2008 2000 مثلا و12 2015 الله اعلم 2016 كده، خلاص دي فيرجنز. وبتنزل في اديشنز. ايه الاديشنز ديت؟ اربع اديشنز اساسيين اللي هو الانتربرايز، الستاندرد، البيزنس انتليجنس، والاكسبرس. اربع انواع من انواع الاديشن. ببساطة الاديشنز دي عبارة عن ايه؟ دي بتبقى اقل شوية وخفيفة ومش عارف ايه، دي اكبر شوية وفيها شوية شغل زيادة، ودي فيها شوية شغل زيادة وفيها شوية شغل اكتر كده يعني. ف يعني كل واحدة فيها شوية حاجات. لو جينا طبعا عايز تعرف بالتفصيل الفرق ما بينهم، هتلاقي ان عندك حاجة اسمها كومبير اديشنز، طبعا ده من علاقة مايكروسوفت يعني. فتلاقي ان انا بقارن بالفيتشرز بالاديشن بتاع الانتربرايز والبيزنس انتليجنس والستاندرد والاكسبرس. طبعا احنا ننزل الاكسبرس مش مشكله يعني، اللي هي اقل حاجه يعني. مثلا هفهمك الفكره، يعني مثلا في الفيتشرز مثلا اللي احنا بنقارن بيها، هتلاقي المينيمم نمبر اوف كورز كام كور الجهاز بيشتغل عليه في البروسيسور يعني. الاكسبرس 4 اكتر حاجه ماكسيمم، معلش. الستاندرد بيوصل 16، البيزنس انتليجنس 16 كور، خلاص الانتربرايز على حسب الاوبريتنج سيستم يديك. الماكسيمم ميموري بتاعتك بير انستنس، كل انستنس بتكريته، هنعرف يعني ايه انستنس والكلام ده كله. هتلاقي جيجا 128 جيجا 128 جيجا، وهنا على حسب ما ايه الاوبريتنج سيستم يديك. المينيمم سايز اقل قيمه، اسف، الماكسيمم سايز اكتر قيمه ممكن تتخزن على الداتابيز زي دي. بالنسبه للاكسبريس 10 جيجا بعد كده ما تشتغلش معاك. الستاندرد اديشن 524 يعني بيرا بايت، و 524 و 524 ده الماكسيمم سايز تقدر توصل له بعد كده ده بيست. وهكذا بقى من المقارنات، يعني مثلا بروجرامابيلتي بالتي اس كيو ال داتا تايبز والفيلدز والكلام ده كله، هل البروجرامابيلتي دي موجوده؟ هتلاقي مثلا السكول مانجمنت ستودي موجود هنا وهنا وهنا وهنا. البوليسي بيزد مانجمنت هتلاقيها موجوده، بس البوليسي مش موجوده في الاكسبرس. فهمنا؟ مش هقرا كل التفاصيل دي، لكن بيزك هاي افيلابيلتي مش هتلاقيها موجوده هنا. هتلاقي من الاخر، بس احنا بالنسبه للداتا مايننج والحاجات دي مش موجوده هنا يعني، فاهمني؟ هتلاقي حاجات زي كده، زي مثلا الفازي جروبنج، مثلا فازي ده حاجه ارتفيشال انتليجنت، هتلاقيها بص مش موجوده غير في ايه؟ في اخر واحد اللي هو انتربرايز، صح؟ هتلاقي ده في حاجات الاوبجكت اللي اسف اللي هي الحاجات اللي فيها artificial intelligence، ذكاء اصطناعي وكلام زي كده، data warehousing يعني. اعلى حاجه هتلاقي دايما في الايه، في الاخير ال OLTP اللي هي اونلاين ترانزاكشن بروسيسنج. الحاجات دي كلها موجوده هنا، بس الحاجات دي فعليا مش محتاجينها يعني في الدوره دي. لكن ممكن نتكلم على كل طول منهم، ايه ممكن تعمل لها كورس يعني. الفازي هنا دي ممكن نعمل لها كورس، الفازي جروبنج بس، واللوك اب بتاعتها دي ممكن تعمل لها كورس اصلا. الناس اللي حاسه العلميه تعرف الكلام ده، فاهمني؟ داتا انكريبشن والحاجات دي شغل في الاساس. لو اشتغلت بالاكسبريس اديشن مش هيفرق معاك. هنعرف بقى عشان نعرف نسطب، هنتعرض بسرعه كده. انا طبعا مش هقدر اسطب كل الفيرجنات وكل الحاجات دي كلها، لكن انا لمحه سريعه. اذا سطب اس كيو سيرفر 2008، اذا سطب 2012، 2015، 2014 جبتها كده برنت سكرينز.
عشان مش هتقدر تسطب ده كله، لكن اعرفك الخطوات وانت تسطبها عادي. طبعا ده اول حاجه لازم تنزل تحاول تداونلود الام اس كول سيرفر مثلا 2008، هتكلم عن 2008 اول حاجه، سواء كنت طبعا 64 اكس على حسب الجهاز بتاعك او ايه او 86 على يعني حسب الجهاز بتاعك 32 بت ولا 64 بت. تمام. المهم بعد ما نزلها طبعا من موقع مايكروسوفت، الخطوه الثانيه او تاخدها من حد مش قضيتي، الخطوه الثانيه خش بادمنستريتور ادمن وكليك يمين كده على الايه على الايكون بتاع السيت اب واختار ران ادمنستريتور خلاص عشان تشتغل معاك. تبدا تفتح معاك الايه الشاشه البسيطه الجميله دي زي ما انت شايف، نختار من الانستليشن خلاص، ونختار كده اخترنا انستليشن تاب، وهنختار ايه نيو اس كيو ال سيرفر ستاند الون انستليشن، هنسطب النيو ستاند الون انستليشن ماشي. بعد كده هيبدا ياخد الاس كيو سيرفر، تقعد تتحمل كده كله تمام، اهم حاجه ما يحصلش حاجه فيلد يعني يكون صفر فيلد ورننج، حتى لو طلعت واحده قدام مش قضيه اسكيبد يهمنيش، المهم باصد يكون كله باصد يعني اللي هي يكون الاهم يعني. طبعا ان شاء الله تعدي معاك في الشهر مفيش مشكله، دي كل فكره بيشوف بس السبورت رولز شغاله ولا مش شغاله. بعد كده الخطوه اللي بعد كده بيقول لك ان انا لازم اسيت اب سبورت فايلز، يعني في بعض الملفات لازم تسطب عشان الاس كيو سيرفر تقدر تنزل ماشي. ما تقولوش لا، هو بص على السيتنج لقى في شويه بعض الحاجات محتاجها، نزل يا عم الحاجات دي انستوليشن خلاص، قال لك خلاص ماشي. بعد كده قال لك ايه الرولز كده رجعتها، بحثت لقيت ان انا تمام كده اس كيو سيرفر الانفيوجن مش عارف ايه الايه الايه ايه شويه حاجات كده محتاجاها الاس كيو سيرفر عشان تنزل، شيكت عليها ونزلت اللي انا محتاجه وكله بقى تمام التمام. في اي مشكله الفاير وول حتى جايب لك اي ورننج مش قضيه، عايز تقفله مش عايز تقفله مش مشكله ورننج هعديها. طيب كلام جميل، ايه دي ليه كده ماشي هنشوفها دلوقتي بعد كده او حتى نقولها يعني. بعد نيكست خلاص هيفتح لك انك تختار ما بين السكيورتي سيرفر 2008 الفيتشرز اللي خاصه بالانستنس في الاس كيو سيرفر، اختار نيو انستليشن لو انت عندك يعني تطلع بالشكل ده اللي هو هل انت انستليشن تايب هتنزل نيو انستليشن اوف اس كيو سيرفر 2008 خلاص، ولا هتاد فيتشر على الاس كيو سيرفر الموجوده يعني سطب من اول جديد، ولا انت هتعمل حاجات على السيرفر. طبعا دي مش هيطلع لك غير لو انت كنت مسطب قبل كده يعني. كلنا اختار ايه بيرفورم نيو انستليشن، عايزين نعمل انستليشن سيت اب جديد يعني على اس كيو سيرفر 2008 لو طلع لنا الشاشه دي، وكلنا نخلي الاسم الافتراضي اس كيو اكسبريس مش مشكله خالص ماشي. طيب اللي بعد كده هيطلع لك الشاشه اللي يقول لك دخل فيها الكود ومش عارف ايه الكلام ده، فري اديشن مش عارف مقفول لو انت شغال اكسبريس كده، معاك الاي دي بتاعك دخل مش مشكله خالص. بعد كده يطلع لك طبعا اللايسنس تيرمز، هتقول له ايه تيرمز دي كلها موافق عليها مش عايز تعمل ابديت تعمل مش عارف، يقول له اي اكسبت ودوس نيكست زي الشطوره. بعد كده هيطلع لك الفيتشرز سيلكشن، هتختار المانجمنت تولز ماشي، اهم حاجه المانجمنت تولز تكون موجوده. الانستنس فيتشرز لو انت مديك امكانيات اكتر هتختار من الانستنس فيتشر كلمه داتابيز انجن مش محتاجين الباقي. شيرد فيتشرز اخترنا مانجمنت تولز، طب لو في فيتشرز طالعه لك في بعض الناس طالعه حاجات اكتر من كده اختار اي حاجه فيها كلمه بيزكس او كلمه كلاينتس تولز ومعاهم الداتابيز، مش محتاج الريبورتنج سيرفيس ولا الحاجات ولا اناليسيس سيرفيس لان احنا مش هنشتغل غير على الداتابيز بس، اختار داتابيز انجن بس. نيكست قال لي محتاجين قد كده ومش عارف طبعا صح، يبقى هو يعني الهارد ديسك هيسيع ما كانش يبقى لازم تفضل الهارد ديسك ان يشتغل. عايز الاس كيو سيرفر تبعت لك اي ريبورت باي اخطاء وتبعتها على الانترنت، موافق موافق ودوس نيكست. هيبدا ياخد وقته خلاص، هيعمل شويه اختبارات اوكي، قال لك كده انا هنزل كذا وكذا 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 وكذا، قلنا له الف شكر انستول بقى خلاص، هياخد بقى معاك بقى وقته يقول لك انا هنزل انستليشن له نيكست لغايه ما يكمل معاك لغايه ما يقول لك كده كومبليت يا باشا والايه وكله تمام وطلع كله صح، لو في اي حاجه غلط ممكن تاثر عليك في حاجات كتير جدا. كلوز. بعد كده تيجي طبعا من ستارت اول بروجرامز طبعا، وهتلاقي مايكروسوفت اس كيو سيرفر 2008، هتلاقي اس كيو سيرفر مانجمنت ستوديو. طبعا في الكونفجريشن تولز ممكن تظبط حاجات بس مش قصدنا دلوقتي، ده كده سريعا بص على لو انت هتسطب باس كيو سيرفر 2008. لو معاك فيرجن 2012 الاول طبعا هتشوف من الاختيارات هتختار السيت اب
كليك يمين وران از ادمنستريتور بتاعتك الشديد، اخترنا انستليشن ونيو اسكل سوبر ستاند الون انستليشن. هيبدا يحمل معاك شويه، سيبه. طبعا قريبه جدا الخطوات عشان كده بجريها بسرعه. بعد كده هيبدا يقول لك انا عملت شفت الرولز اللي احنا وصلنا عليها كلها تمام، قلت له ماشي. قال لي هتنزل ايه؟ هتقول له مثلا ايفالويشن اديشن او هيلعب معاك بقى اي دي، هتكتب الاي دي وربنا يستر من الناس اللي بتكرر. ما علينا، دخلنا هنا. بعد كده قال لك انت موافق على الحاجات دي ومش موافق على مش عارف ايه، قول له ماشي ماشي اكسبت ويبقى ابعت اي مشكله واي بتاع كلام من ده نكست، مش مشكله خالص. قال لي هنا اس كيو سيرفر بتسيرش على الابديت بس الانترنت مقطوع، المفروض يبقى في انترنت ولا حاجه. اقول له تشيك اجين عشان لو عايز يبحث عن انترنت على حاجه، اي ملفات ناقصه او ابديت هياخد وقت في التحميل. هتلاقيه بعد كده عدى عمل نزل السبورت رولز، ماشي تعبان شويه. وبعد كده ايه ماشي، اللي هي طبعا كانت عندنا في الخطوه في الشرح بتاع 2008 كانت جايه على طول، مش مشكله خالص، كله باسط ولو ورننج ما تقلقش. هتقول سطبهم ماشي نيكست، هيبدا سطبهم كله تمام مش مشكله عندنا سطبهم. بعد كده بيطلعك ممكن يقول لك SQL Server Features Installation و SQL Server Power Pivot SharePoint مالناش دعوه بيها خالص، وAll Features with Defaults نزل كل الفيتشرز بالديفولت بتاعتها. يا اما تختار SQL Server بالفيتشرز وتخش واحده واحده وتشوف فيتشر 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 فيتشر، يعني كل حاجه بتدمج الداتابيز تتعرض قدامك كده وتشوفها بالتفصيل وتشوف انت تختار ولا ما تختارش. دي كانت مش موجوده عندنا في 2008 في السيت اب اللي شرحناه المره اللي فاتت، لكن ممكن تظهر لبعض الناس كده اهو. والحاجات اللي انا كنت قلتها هنا وكروتها يعني عشان مش موجوده في الصوره، ما تختار بيزكس واختار تولز واختار مش عارف ايه لو فاكر. هنا تعمل لك مختصر خالص، هنا هنلاقيها بالتفصيل. هنختار من هنا مثلا داتابيز انجنز، سيبك من كل الباقي، ولا عايزين اناليسيز ولا ريبورتنج ولا الكلام ده. ومن هنا ريبورتنج مش عايزين، ريبورتنج مش عايزين، كواليتي كلاينت ماشي مش محتاجينها قوي، SQL سيرفر داتا تولز ماشي، كلاينت تولز انتجريشن مش محتاجينها، كلاينت تولز باكوردز مش محتاجين قوي، الدوكيومنتيشن زي ما انت حابب، مانجمنت تولز بيزكس لازم تنزلها وبس. نيكست هيقول لك انت هتشتغل على الديفولت انستنس اللي هو ام اس اس كيو سيرفر او طبعا اس كيو اكسبريس، سيبها او تسميها لو انت عندك استريح ماشي، سيب الديفولت انستنس عليك اسميه ام اس اس كيو سيرفر وهسطبها في الحته الفلانيه. قلت له ماشي الله يبارك لك مش مشكله، بس نيكست هيقول لك لو في مساحه ناقصه ولا اي حاجه ولا كده مظبوط، لو طبعا طلعت ايرور يبقى تفض مساحه قول له نيكست. هنا بقى دخل على السيرفيس اكاونتنج او سيرفيس اكاونتس، دخل باسورد لكل الايجنت والانجن والسيرف والاناليسيز والريبورتنج والكلام ده. لو انت منزل ده ما بتنزلش غير ده داتابيز انجن يعني، ممكن تدخله اس كيو ال اي سي سي تي اكونت نيم او اس اي اس اي اس اي، يعني كلهم اس اي والباسوردات اس اي زي ما انت عايز، دخل يوزر نيم والباسورد انت عايزه. دوس نكست. دي بقى اللي تهمني جدا، الاس كيو سيرفر بتقدم لك في السيرفر كونفجريشن على حاجتين، نوعين من الدخول. تقدر عشان تسطب الاس كيو سيرفر وعايز تخش عليها فعندك طريقتين رئيسيين. لو انت مختار ويندوز اوثنتيكيشن مود معناها ان اللي فتح الويندوز اوتوماتيك ليه حق يفتح الاس كيو سيرفر، خلاص كده؟ يعني فتح السيرفر او الويندوز اللي موجود يبقى تمام، معناها ان هو ليه حق ان هو يفتح الايه؟ الداتابيس. ومفيش بقى ولا يوزر نيم ولا باسورد. والطريقه الثانيه انت تعمل حاجه اسمها ميكسد مود. ايه الميكسد مود ده؟ اس كيو سيرفر تديك بقى يوزر نيم وباسورد، يبقى انت ليك يوزر نيم وباسورد. وفي نفس الوقت لو دخلت على الويندوز يبقى ليك حق تخش بالويندوز. دي الطريقه الثانيه. اختار كلنا نختار الميكس مود عشان نجرب بقى حاجات باليوزر نيم وباسورد والكلام ده. هنا بقى اليوزر الرئيسي اسمه اس اي سيستم ادمنستريتور. بيقول لك دخل له الباسورد عشان تفتح بيه كل حاجه. يا ريت نكتب الباسورد هنا اس اي اس. حلو. ده عشان تخش بيوزر نيم وباسورد على الداتا بيس، طبعا عشان اعرف اخش بنفس الاكونت اللي ليه حق في الويندوز ليه حق في الايه؟ في الاس كيو سيرفر. هتقعد هنا مثلا اد كرنت يوزر، يبقى معناها اليوزر انت داخل بيك في الويندوز دلوقتي وبتسطب هو اللي حق يشتغل. طب افترض انا عايز اضيف حد تاني، اد بقى واختار من الويندوز حد التاني اللي انت عايزه يبقى ليه حق يخش على الداتا بيس برضه ويفتح الداتا اللي فيها. ماشي؟ يبقى احنا هنكتب هنا اس اي اس اي، وهنا نختار اد كرنت يوزر هو اللي حق يخش على الداتا بيس. بعد كده الداتا دايركتز هيديك الباصات بتاعت كل حاجه بيسطب فيها. قلت له ما شاء الله بارك لك. والفايل ستريمز ايه مش محتاجين دلوقتي ايه
نشتغل عليها يعني. دي قصة طويلة. سيرفر كونفيجريشن هنا بيقول لك مالتي دايمنشن وداتا مايننج ومش عارف، مش هيطلع لاغلبيه الناس مش محتاجين اصلا الحاجات دي كلها، لكن ما فيش مشكله سيب الوضع الافتراضي بتاعها اللي احنا مش محتاجين اصلا دي. الريبورتنج سيرفيس برضه مش هتطلع مش محتاجين دي، فما تختارهاش يعني. بس انت ممكن لو اخترتها اختار انستليشن اند كونفيجريشن عادي. بعد كده انا موافق على كل حاجه بتاعت السيرفر ونكست سند، بعت لي المشاكل. هيعمل انستليشن للكونفيجريشن فايلز، هنزل شويه ملفات قبل ما ينزل الداتابيز. ماشي يا باشا مش مشكله كده، يقول لك خلاص انا هنزل كذا وكذا 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 وشكرا. قال لي بقى هبدا انزل، يبدا يسطب مع نفسه، سيبه خالص ما تضايقهوش لغايه ما ان شاء الله يطلع لك في الاخر كله سكسيدد 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 كلوز. وبكده تكون ايه، تكون كده تمام وتقدر تفتح الايه الاس كيو سيرفر اهي، اس كيو سيرفر مانجمنت ستوديو. لو فتحت مثلا ال SQL Server Configuration Manager، مش عارف موجودة فين، مش شايف SQL Server Configuration Manager اهي، دي بتظبط بعض الكونفجريشن. ماشي، بعض الكونفجريشن الخاصة بالداتابيس تفتح لك شاشة زي دي. طبعا الخطوة دي على فكرة برضه ممكن تعملها في 2008، بس ان شاء الله هتلاقيها شغالة على طول اوتوماتيك يعني لو الداتابيس ما ظبطتش معاك. خش على SQL Server Services وتبدا تفتح الايجنت، تفتح مش عارف ايه. اهم حاجه علامه دي السهم ده كده معناه الحاجه دي شغاله. كليك يمين وقول له ديسيبل تقف، كليك يمين وتقول له رن تشتغل. خلاص اي موضوع من دول تقدر تفتحه وتقفله. اللي يهمني في دول اللي هي الاس كيو سيرفر ام اس اس كيو سيرفر او اس كيو سيرفر اس كيو اكسبريس. كليك يمين عليها كده وقول له ايه رن عشان دي تبقى الداتابيس شغاله، معناها يعني الداتابيس ايه شغاله زي كده. طبعا اي بروتوكول ممكن تفتح كل البروتوكولات اللي انت عايزها. لو اس كيو سيرفر تعمل كليك منه وانيبل افتح اي حاجه من البروتوكولات كلها كام صفحه مش قضيه يعني. فترن اهم حاجه، اهم حاجه الاس كيو سيرفر ام اس اس كيو سيرفر او لان دي الداتا بيز انجن اصلا. اما المانجمنت ستوديو فهو عباره اللي هو ده اس كيو سيرفر مانجمنت ستوديو ده عباره عن انترفيس بتخليك تقدر تتعامل مع الداتا بيز. خلاص كده طبعا بتسيب كل حاجه زي ما هي وكونكت، او تختار من هنا من الاوثنتيكيشن بدل ويندوز اوثنتيكيشن بتختار الايه اليوزرز بقى، فتدخل هنا بقى اليوزر مثلا اس اي والباسورد اس وتعمل كونكت، او زي ما هو كده وتدوس على كونكت. اما لو انت عايز تثبت اس كيو سيرفر 2014 مش هيختلف كتير خالص عن 2000 عن عاديه عن 2012. فاقول بسرعه انستليشن واختار نيو اس كيو سيرفر ستاند الون. نيو اس كيو سيرفر ستاند الون خلاص تمام. بعد كده هيطلع لك البرودكت كي او تختار ان هي ايفالويشن، او لو معاك كي تدخل الكي. هتقول له طبعا في التيرمز اكسبت اكسبت واديله نيكست. بعد كده هيبدا يقول لك انا دي مش عارف ايه، دي مش عارف ايه اللي هي الانستليشن سيت اب فايلز، لو في فايلز محتاجها عشان الابديت او كده. بعد كده الانستليشن رولز، ينزل كل شيء يختبر الرولز عدد الويندوز سليم، الفاير وول تمام، مش عارف ايه. ماشي، المفروض كله يطلع باصد ان شاء الله. وهنا بقى بيطلع لك الطريقه اللي احنا اتفقنا عليها برده في 2012 اللي هي هل انت عايز تخش على فيتشرز بالظبط وتظبطها، ولا تشتغل على باور بيفت اللي مالناش دعوه بيه بتاع شير بوينت، او هتفتح كل فيتشرز ونشوف احنا ونحدد ونشيل. اختار طبعا اختار الاولاني اللي هو هتخش على فيتشر او الديفولت فيتشرز زي ما قلنا بالظبط نفس الاختيارات اللي احنا قلناها قبل كده اللي هي محتاجين داتابيز انجن، ونختار بقى اللي هي كلاينت تولز والحاجات دي وخلاص. كلاينت تولز اللي هنحتاجها طبعا والمانجمنت تولز ستوب بيزك. نيكست قال لي هتشتغل على الديفولت نيم انستنس ولا هتسمي انت انستنس. طبعا انت منزل انستنس ثاني اكنك منزل داتابيس ثاني، داتابيس ثالث، داتابيس رابع. كل مره تختار نيم وتسمي الداتابيس دي غير دي غير دي غير دي لو انت عايز تشتغل على كذا داتابيس يعني. لكن احنا نقعد هنشتغل على الديفولت في اول مره ونسميها ام اس 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 كيو سيرفر. ماشي، هنا طبعا في سيرفيس اكونتس تعرضنا ليها. طبعا هو حط اكونتس اساسيه او انت تغير الاكونتس دي، تكتب الاسم اللي انت عايزه والباسوردات اللي انت عايزها. وبرده هنا داتابيز انجن كونفجريشن اللي هي اهم حاجه، قلت لك سيرفر كونفجريشن ويندوز اوثنتيكيشن والميكسد مود. هنشتغل بنفس الطريقه بالظبط اللي احنا قلناها في 2012. الاماكن غير لو انت عايز تغير الاماكن اللي بتسيب فيها الحاجه بتاعتك، مفيش مشكله خالص. في هنا صوره ناقصه، ماشي. وانا طبعا اكيد طبعا هيطلع لك الملفات، انت تقول له يعني محتاج انترنت فتقول له ماشي رن اللي مكتوب ولا ماشي. فهمت. اكيد دي اللي هي التابع اللي هي فايل ستريمز وقلنا مش محتاجينها، سيبها زي ما هي ودوس نكست. تمام، اللي هي فعلا هي طلعت الفايل ستريمز اهي
وانا بقول لك بتاع فايل ستريمز ومش عارف ايه، وقال لو الريموت كلاينت اكسس الفايل ستريم مش مهم عندنا الفايل ستريم اصلا. حلو. بعد كده قلنا ايه، خلاص هيبدا يفيتشر كونفيجريشن رولز، هيشيك على الفات ومش عارف ايه والكلام ده كله، سيبه شايك والنكست كده. دي الملفات اللي هنزلها خلاص، قول له شكرا ليك، اعمل انستول يا عم وخلصني. بعد كده ان شاء الله ياخد وقته ويطلع كل الحاجات سكسيدد وتقول له كلوز. في الحاله دي كده انت ايه سطبت اسكيو سو كده. شوف عرضنا سريعا از ايه الاديشنز الفيرجنز، ايه ازاي تسطب كل فيرجن من الفيرجنات المختلفه على السريع. خلاص مفيش عندنا اي مشكله. طبعا المفروض لما تسطب خلاص اي واحده من دول، اي واحده من دول على فكره كل اللي احنا بنقول ان شاء الله شغال عليهم كلهم، يعني اشتغلت ده بدي او بدي او بدي هتلاقي اللي احنا بنقول ان شاء الله مفهوش مشاكل ان شاء الله. انا هتفتح الاس كيو سيرفر مانجمنت ستوديو لما تفتح افتح لك المنظر ده، هتبدا تاخد بقى اوامر ان شاء الله دي الدي دي ال اللي انت عايزها، او نتعرف بقى على الاس كيو ال والحاجات دي والكلام ده كله. ليه بقى نعمل كونكت؟ عايز اعمل كويري واخش مثلا ازاي كرييت داتابيز او سكيما تخصك. طبعا الامر لو انت هتكتب كود انا هقوله طبعا عشان هو وضع الفيديو اصلا، كرييت داتابيز ومثلا اسميها سكول كيو اي مثلا. ده امر لو انت هتكاري الداتابيز، طبعا الامر ده كل ما تكاريته يكاري الداتابيز تاني ماشي. كل ما تقول بقى اسم هنا تغير اسم الداتابيز زي ما انت عايز، انت تقول امر عايز اكاري الداتابيز احط فيها بيانات المدرسه، اقول كرييت داتابيز اسمها كذا ماشي. ده امر. امر تاني لو انا مثلا عايز يعني اوقع ارميها احذفها، تقول دروب داتابيز واسمها كذا كده، انت يعني رميت الداتابيز. لكن امر تالت هقوله اللي انت لو عايز تغير اسمها، فتقول مثلا اكسك يعني اكزكيوت يعني نفذ اس بي ستور بروسيجر معين يعني امر معين او اجراء معين وهو اسمه رينيم دي بي. نفذ الرينيم دي بي ايه هو، وكاتب اسم الداتابيز القديمه مثلا سكول كيو اي كوما الاسم الجديد بعد كده مثلا هقول هسميها سكول بس كده. انت عملت رينيم او عملت تعديل او سميت باسم شلت الاسم القديم وحط الاسم الايه الجديد. يعني انا مش هخش في التفاصيل دلوقتي في الاوامر، الاوامر دي محتاجه مننا نجرب بقى عملي. سيبنا بقى من الكلام والكلام ده والسيت اب والتجهيز والكلام ده كله، نبدا ان شاء الله نجرب الحاجات دي كلها عملي، كاري الداتابيز والدروب الداتابيز ونعدل اسمها. دي الاوامر الاساسيه عشان بس الفيديو كان ضعف انا هعوضه. وبعد كده نبدا ايه ان احنا نشوف بقى اللي انا هتعرض ليه ان شاء الله بالتفصيل في الايه في الحاجات الجايه كده. عملنا سيت اب بس الانفايرمنت بتاعت الديسك والسيرفر تاني.